Hello everyone, this is Dr. Marwa Omar. Welcome to the second part of Trichomonas vaginalis session. ان شاء الله يا دكاتره في السيشن بتاعت النهارده هنتناول التريكومونوس فاجينالس في صوره ايدنتيتي كارد. السيناريو بتاعنا هيمشي في صوره ايدنتيتي كارد، كان احنا كده بناخد لها صوره شخصيه نتعرف بيها على العيله اللي جايه منها، وكل بوينت فيها هيفيدنا في المالتيبل تشويس كويستشنز في الامتحان ان شاء الله، لحد ما نوصل للفوتوغراف او الفوتو اللي هناخدها لها اللي هتفيدنا طبعا في البراكتيكال سيشن. So let's start كده ونبدأ من بداية من اسمها والعيلة بتاعتها اللي جاية منها. أول حاجة لو ابتدينا من شجرة العيلة من فوق خالص لازم نبقى عارفين إن Trichomonas vaginalis belongs to the phylum Protozoa. يعني إيه Protozoa؟ Protozoa الكائنات الأولية وحيدة الخلية which is composed of only single cell yet it's capable of performing all forms of life functions. عشان لما يجي لنا في الامتحان يا ترى هي بروتوزوا ولا ميتازوا، وطبعا زي ما انتم عارفين ميتازوا يعني هيلمنث يعني ذا مالتي سيلولر اورجانيزم او الكائنات المتعدده للخلايا. لا، Trichomonas vaginalis it belongs to the protozoa phylum. اوكي طيب لو ابتدينا نتكلم عن العيله الاقرب شويه، الطائفه بتاعتها بمعنى اصح، الطائفه بتاعتها يا ترى هي من حاجه بتتحرك ولا حاجة ملهاش organ of locomotion؟ يعني هل هي مثلا من الحاجات زي السبورزوا زي توكسوبلازما مثلا اللي برضو هتاخدوها في الريبروداكتيف موديول، ولا هي من عيلة تانية؟ يعني التوكسوبلازما مثلا it does not have any organ of locomotion, it uses what's called gliding motion يعني حركة الانزلاق. يعني توكسو مثلا يا دكاترة ملهاش سيليا، ملهاش فلاجيلي، ملهاش سودوبوديا. ولكن على العكس التريكومونس بالعكس هي من طائفة أو من كلاس ماستيغافورا. يعني إيه ماستيغافورا؟ يعني الفلاجيلات it has organ of locomotion زي ما تشوف دلوقتي بالتفصيل. it has anterior flagelli, it has four anterior flagelli and one recurrent flagellum. So بتستخدم الفلاجيلي عشان الحركة، ويمكن احنا مش اول مرة نذكر فيها اسم الفلاجيلي، يمكن خدناها قبل كده طبعا مع التريبانوسوما ودي يمكن اشهر مثال لي استخدام الفلاجيلي في الموتاليتي. خدناها قبل كده كمان تي جي اي تي موديول مع جيارديا انترستينالس. اذا هي عبارة عن ويب لايك ستراكتر، حاجة عاملة زي الصوت او زي الكرباج بيستخدمه البارازايت عشان يتحرك بيه. طيب يبقى احنا فهمنا من الطائفه بتاعتها انها بارازايت هيستخدم حاجه عشان يتحرك والحاجه دي اسمها فلاجيلي. ذاتس فاين. طيب العيله بقى اللي بتنتسب ليها التريكومونس، اذا كتر من عيله التريكومونات او تريكومونادايدي. طب ايه اهميه هذا الكلام؟ اهميه هذا الكلام ان هذه العيله ليها صفه خاصه بيها وهي ان ملهاش سيست ستيج، ودي حاجه بتتميز بيها هذه العائله. زي ما بعض العائلات كده يا دكاترة تتميز مثلا وليكن انها شهيرة بالتوائم مثلا، برضو عائلة التريكومونات من الحاجة الخاصة بيها ان ملهاش سيست ستيج. ليه الكلام ده؟ علشان الام سي كيو اما يقول لنا وات از ذا انفكتيف ستيج اوف تريكومونوس فاجينالس ما نقولش بقى السيست، ما فيش سيست اصلا في اللايف سايكل بتاعها. التروفوزويد ات ذا انفكتيف اند اجنوستيك ات ذا سيم تايم. يبقى ده اللي احنا استفدناه من كلمة العيلة. كويس، يا ترى مكانها اللي بتحبه وتفضله موجود فين؟ Trichomonas vaginalis من الحاجات اللي بتحب اليوروجينتال سيستم. طب يا ترى في الميل ولا الفيميل ولا الاثنين؟ في الاثنين، بس اكتر نسبه في الفيميل. اشمعنى؟ يعني لو قلنا فيميل بنسبه 8.1% الميل بنسبه 1%، اشمعنى في الفيميل اكتر؟ علشان هي بتحبذ وتفضل سكويمس ايبيثيليوم اللي هو البريفيرد ايبيثيليوم بتاعها اللي هو اصلا النورمال ايبيثيليوم وذا فيميل فاجينا اند يوريثرا اكتر من الميل. ليه؟ لان الميل مور او لس الايبيثيليوم بتاع البروستات وبتاع الابيدرمس اتس مور او لس كولامنر ايبيثيليوم. يبقى احنا كده من البلايس بتاعها ومن الهابيتات عرفنا انها بتحب منطقه اليوروجينتال سيستم وانها في الفيميل اكتر من الميل، عشان كده اسمها فاجينالز علشان هي تفضل السكويمس ايبيثيليوم. طب يا ترى اللوكيشن بتاع انتراسيلولر، يعني هتروح مثلا زي كده التوكسوبلازما على سيلز اوف ذا مونيكلر فاجوسيتك سيستم وتبقى موجوده جواها وتريبليكيت جواها وتعمل لنا السودو سيست وسمتايمز الترو سيست جوه المونيكلر فاجوسيتك سيستم في الجسم كله، ولا هي اكسترا سيلولر؟ لا، actually Trichomonas vaginalis is extracellular. يبقى كل بوينت من دول هتهمنا دكاترة جدا علشان لو جات لنا في صورة multiple choice.
يمكن من اهم الحاجات اللي عايزاكم تعرفوها في الايدنتيتي كارد الخاص بالترايكومونس فيرجينالس يا دكاتره، ان المان ذا اونلي هوست فور ذا انفكشن. يعني مش هنقول ان في ريزرفوار انيمال هوست، مش هنقول ان في فيكتور فور ترانسميشن، نو، مان ذا اونلي هوست فور ذا انفكشن. من الحاجات التانية كمان in nature نفسه of this parasite، يعني هو unlike entamoeba histolytica مثلا اللي كان ليها invasive nature، trichomonas vaginalis is non-invasive، يعني على الرغم ان هي obligatory predator، يعني تتغذى تفترس اللي حواليها سواء كان epithelial cells red cells bacteria، الى انها تظل non-invasive in its nature. طيب لو جينا نتكلم على البريفيرد بي اتش لهذا البروتوزون، الترايكومونس لازم نبقى عارفينها تفضل الالكالين بي اتش. البي اتش بتاعت الفاجينا زي ما احنا عارفين اسيدك بسبب وجود لاكتوباسيلاي. طيب ازاي البارزايت ده اللي بيحب الالكالين بي اتش ويل سرفايف ان ذا اسيدك بي اتش اوف ذا فاجينا؟ اكتر من حاجه دكاتره، يكفي اولها ان احنا عارفين انها بتتنقل عن طريق السكشوال انتركورس، وزي ما احنا عارفين ان السيمن اوف ذا ميل جينيتاليا از الكالين ان نيتشر، فده بيدي مساعده ليها انها تقدر تادابت في هذه الانفايرمنت. السبب الثاني ان 75% من تريكومونس فاجينالز انفكشنز اسوسييتد وذ بكتيريال فاجينوزيس، ودي في حد ذاتها بتعلي البي اتش، ومن ثم زي ما احنا ذكرنا قبل كده انها بتريموف الميكانيكال بارير، بتشينج النورمال فلورا بتاعت الفاجينا، وبالتالي بتدي برميشن للانفكشنز واشهرها الاتش اي في. الحاجه الاخيره اللي بيخليها برضو تقدر انها تعيش في هذه الانفايرمنت ان تريكومونس ليها رينج من الادابتابيلتي، يعني ليها رينج من البي اتش تقدر انها تو سرفايف وذن، يعني تقدر تو ادابت اتسلف، تقدر تكيف نفسها within range of the pH inside the vagina. كل الحاجات دي هتخليها قادرة انها تطوع ال pH بتاعت الفاجينا لحد ما تعليها بال other factors اللي احنا لسه ذكرينها. من حيث الانقسام بتاعها هو طبعا asexual division using the longitudinal binary fashion، يعني الانقسام الثنائي longitudinal الطولي، يعني بالطول زي ما احنا هنشوف يمكن في صورة بعد شوية. nucleus will divide into two partitions، الاكزوستايل نفسه will divide into two partitions بحيث ان one cell will give rise to two cells. لو انتقلنا بعد كده الى صورة البطاقة زي كده ما بنقول، ونتعرف على شكل هذا البارازايت اللي عمالين نتكلم عليه، ونبتدي نتكلم عن المورفولوجي، يهمنا نتكلم عن بعض الايتمز في المورفولوجي الخاص بتريكومونس فاجينالز. اول حاجة احنا بنشوف ايه which stage، زي ما اتفقنا من اول سيشن انها the trophozoite stage. الحاجة التانية عايزين نتكلم على size، shape، site، مكانه موجود فين، المورتاليتي of this protozoan. اولا size of trichomonas vaginalis trophozoite يا دكاترة on average كده بيكون 15 by 8 microns in diameter. shape بيكون biriform or pear shaped or oval in shape. it's commonly to be found in this shape and less common to be found in the amoeboid form. طيب يعني ايه بمعنى اصح؟ يعني عادة بيكون شكله منتظم، واخد شكل الاوفل او الشكل الكمثري الشكل يعني زي ما بنقول، ونادرا اما نلاقي شكله اميبويد او ايريجولر ان شيب. طيب يا ترى موتيليتي بتاعته هو اكتفلي موتايل ولا سلاجش كده موتاليتي اند ستاتيك بارازايت؟ نو، it has rapid non-directional jerky like movement، عمل بالظبط زي ال vibrating water. يعني لو اخدنا سامبل وحطناها كده على wet mount وشفناها تحت ميكروسكوب على طول من غير stain من غير fixation او اي حاجة، منلاقي هذا التروفوزويت حركته jerky non-directional rapid، حركة سريعة عاملة زي بالظبط حركة المية ال vibrating water بالظبط. طيب المكان اللي انا هلاقي فيه هذا التروفوزويت فين يا ترى؟ اولا بيكون موجود يا اما في الفاجينال سمير، يا اما البروستاتيك سيكريشنز، يا اما اليورين او اليوريثرال سيكريشن. now let's move to the components of the trophozoite. يعني ايه الموجود في الترافوزايت اوف تريكومونس فاجينالز يا دكاتره؟ اولا اهم حاجه which project from the anterior border of the parasite are four anterior flagellae. يبقى أول حاجة خالص four anterior flagellae projecting from the anterior border of the parasite. number two nucleus which is found one single nucleus found in the anterior portion also of the parasite. تالت حاجة the exostyle found in midline.
طيب يعني ايه كلمة exostyle؟ exostyle يمكن دي حاجة يونيكة هنشوفها مع trichomonas vaginalis. اللي شفناها قبل كده مع الجيوريا كان اسمها exonym، اللي كانت بتمثل لنا ال origin of the flagelli. ال exostyle يا دكاترة is a slender rod-like hyaline structure found in the midline of trichomonas vaginalis and extend from the posterior margin. ايه اهميته؟ أهمية الأكسوستايل actually it acts like an anchor، يعني وظيفته ان هو يثبت البارازايت to the vaginal epithelium، يعني له دور مهم في الادهيجن of the parasite to the epithelial cells. It's an anchor، it's like الـ يثبت الحاجة، المرساة زي مرساة السفينة اللي بتثبتها في مكانها. اوكي، بعد كده عندنا حاجة اسمها undulating membrane which covers the anterior half of the parasite. يعني ايه كلمة undulating membrane؟ بمنتهى البساطة معناها الممبرين المتموج او المتعرج. عايز اقول لكم بس حاجة دكاترة فيما يخص الانديوليتنج ممبرين، وممكن احنا سمعنا فيه قبل كده في كورس مع التريبانوسوما سواء كانت افريكان او امريكان تريبانوسومايسيز. الانديوليتنج ممبرين بمنتهى البساطة في نظريات بتعتبره it is not an actual membrane، يعني ما هوش ممبرين حقيقي. امال هو ايه؟ هو حاجة بتتحرك نتيجة لحركة الفلاجيلم. So ده معناها ان في another flagellum for trichomonas vaginalis. Yes. Actually there is another fifth recurrent or posterior flagellum. وهو ده اللي عمل لنا حركة الانديوليتنج ممبرين. عشان نتخيل الفكرة دي يا دكاترة، بمنتهى البساطة الفلاجيلم بيتحرك في جروف على السيل سيرفيس او على البلازما ممبرين. فاما يتحرك الفلاجيلم نفسه الادجسنت بورد بتاعت السيل سيرفيس بيحصل له فولدينج او بيحصل له انكماش او تعرج او بيبقى thrown into multiple folds، وهي دي فكرة الانديوليتنج ممبرين بمنتهى البساطة. فمش من الطبيعي ان انا الاقي انديوليتنج ممبرين without فلاجيلم. زي بالظبط كده بشبهها كأن احنا ما بنيجي مثلا نخيط الهدوم وندخل الخيط جوه قطعة القماش مثلا، وقبل ما نفنش العملية الخياطة مثلا، لو جينا نحرك كده الخيط اللي already موجود جوه قطعة الكلوث ديت او قطعة القماش، هنلاقي الادجسنت بورد already بتاع الكلوثينج بيحصله زي انكماش او بيحصله زي تعرج. هي دي بالظبط فكرة الانديوليتنج ممبرين. So أهم حاجة في الستركتورز أو الكومبوننتس of trichomonas vaginalis تروفوزويد هي الحاجات دي يا دكاترة. أولا four anterior flagelli, one single nucleus, exostyle in midline, and the undulating membrane which covers nearly the anterior half of the parasite. لو حابين نشوف البارازايت يا دكاترة in actual life شكله بيبقى عامل ازاي؟ أولا ديت سامبل متاخدة من اليورين، it's wet mount sample، يعني واخدينها وحطينها على سلايد وحاطين عليها كفر without any fixation without any staining. ده اسمه wet mount. wet mount يعني fresh sample، يعني بناخدها علشان نشوف البارازايت ونشوف لو في اي motility، يعني الموتيليتي او ذا تروفوزويت يا دكاترة نقدر نشوفها بالwet mount اكتر حاجة. طيب اللي يقول لنا ان دي trichomonas vaginalis trophozoid؟ طبعا اولا من السايز، والسايز بيتقاس يا دكاتره عن طريق سبيشال لينس بتبقى موجوده في الميكروسكوب اتس كولد اوكيلر مايكرومتر، بيبقى فيها جريدنج معين وبنقيس بيه سايز اوف اني بارازايت او اوف اني اورجانيزم. بيطلع حوالي 15 باي 8 مايكرونز وده اون افريج. الحاجة التانية بقى اللي تهمنا واللي يقول لنا ان دي trichomonas vaginalis shape which is beer shaped or biliform in shape or oval in shape. الحاجة التالتة the anterior flagelli اللي احنا شايفينها دلوقتي projecting from the anterior border of the protozone، ودي طبعا يعني بتقول لنا ان دي حاجة بتتحرك عن طريق الفلاجيلي، بتتحرك عن طريق هذه الشعيرات الامامية اللي بيستخدمها البارازايت للموتاليتي. الحاجة اللي بعد كده كمان يا دكاترة وجود الاكسوستايل، يمكن احنا شايفينه هنا في الميد لاين لدرجة ان هو كمان بروجكت فروم ذا بوستيريور اند، وده طبعا حاجة في الميد لاين اوف ذا ترايكومونس، واللي اتفقنا انها ويل ديفايد ذا تروفوزويت انتو تو بارتيشنز. يبقى
وكمان هنا الاكزو ستايل واضح جدا يا دكاتره في الميد لاين اوف ذا باراسايت وكمان بروجكت فروم ذا بوستيريور اند. يبقى من الشيب من السايز من الانتيرو فيلاجيلي ويتش از فيري كاركترستيك من الاكزو ستايل ويتش از فيري بروميننت ان ذا ميد لاين اند بروجكت فروم ذا بوستيريور اند. كل ده يقول لنا ان دي تريكوموناس فاجينالز تروفوزويد. ولو سمحتوا يا دكاتره نكمل الفول ديسكريبشن ان ذا اكزام, يعني ما نقولش تريكوموناس فاجينالز ونسكت, نقول تريكوموناس فاجينالز تروفوزويد ستيج. المرة دي عملنا ستينينج للسامبل بتاعتنا بالستين الشهيرة وهي الجيمس ستين اللي بتدي اللون البيربلش للبروتوزون. ويمكن الفوتو دي دكاترة is taken at the right time. ليه؟ لان احنا ان هي تشهد لحظة الانجيونال باينري فاشن وهو حاصل, لحظة الانقسام للنيوكليس into two partitions وكمان a division of the exostyle زي ما هو واضح قدامنا. والصورة اللي فوق البارتيشن اللي فوق دوت بيشهد لحظة الانفصال بقى بعد ما حصل division للبروتوزون. يظل الكالتشر هو the most sensitive technique in diagnosing trichomonas vaginalis infection. ولو عملنا combination للكالتشر مع الويت ماونت يبقى احنا كده عملنا the most efficient and cost effective method in diagnosing trichomonas. يعني الربط ما بين الدايركت examination وكمان الكالتشر ده يعتبر حاجة very efficient وفي نفس الوقت sensitive and not expensive. مش زي مثلا البي سي ار اللي بيبقى طبعا مقارنة بالكالتشر غالي شوية. فيعتبر الكومبينيشن ما بين التو ميثودز دول يظل هو الموست افيشنت اند كوست افكتيف. اللي قدامنا دلوقتي يا دكاتره في تو سلايدز. الاولانيه دي صوره فاجينال سمير متاخده من دايركت اكزامينيشن عادي وعملنا لها ستيننج بالجيمس ستين. لو بصينا على البروتوزون هنلاقي ان النيوكليس واضحه اكزوستايل ان ميد لاين اكستندينج تو ذا بوستيرير بوردر زي ما اتفقنا, ولكن الفلاجيلي ما هياش بروميننت او ما هياش واضحه بشكل كافي. ولكن لو بصينا على الكالتشر والبارازايت انسايد الكالتشر طبعا واضح جدا الفرق ان هو يعني مور obvious والفيتشرز بتاعته كمان very prominent. شايفين الاكزوستايل ذا نيوكليس والفلاجيلي واضحه هنا اكتر بكتير من الدايركت اكزامينيشن. السنسيتيفيتي بتاعت الكالتشر دي كتر ممكن تعدي 90%, يعني sometimes ممكن توصل ل 95%. لو حاولنا نلخص الشرح اللي احنا ذكرناه دكاتره في صوره هذا الدياجرام, لو جالنا في صوره سؤال ممكن يقول لنا identify the organism and label the numbers on the diagram below. اول حاجه لازم نقول organism is trichomonas vaginalis trophozoite ولازم نقول الفول ديسكريبشن اند فول ديفينيشن. لو حاولنا نقول labels on the diagram طبعا وفقا للي احنا لسه قايلينه, number 1 the anterior flagelli, number 2 undulating membrane, number 3 exostyle and number 4 nucleus. يمكن من اهم الحاجات اللي عايزاكم تعرفوها في الايدنتيتي كارد الخاص بالترايكومونس فاجينالز يا دكاتره